هذه مزارع البرجسية في قضاء الزبير غربية البصرة، تحولت إلى أرض قفراء بعد أن نافستها المنتجات الزراعية المستوردة وخذلها الدعم الحكومي. أما الغازات السامة التي تنبعث من نحو 25 بئرا نفطيا في ذات المنطقة فقد زادت الطين بلة وتسببت بإصابة أغلب مزارعين بالسرطان. تعرضت المزارع إلى إشعاعات من قبل الشركات النفطية، شركات الاستنتاج، وأصيب أحد أفراد عائلتي بمرض إشعاعي، مرض خطير. منطقة البرجسية تقريبا يعني 25 بئر نفطي هنا في هذه المدينة. أموال تدفعها الشركات الأجنبية النفطية للجانب العراقي لتقديم الخدمات في المناطق القريبة من حقول النفط عوضا عن التلوث النفطي، لكن غاية ما يتمناه الأهالي هو أن يعبد هذا الشارع الترابي. أما الأمنية الأخرى فهي أن يعمل العاطلون عن العمل في حراسة المواقع النفطية التي تتوسط مزارعهم، غير مبالين بالغازات السامة التي يستنشقونها مع الهواء. اتهمناها الشركات العملاقة، هي تبلط شوارع، تنشئ مدارس، تأثث مستوصفات، أبدا من هذا القبيل ماكو شيء. ما افتهمنا معتهم نهائيا، بس الدخان فوق من عندنا نهائيا ما افتهمنا معتهم شيء. اولا من العمل داخل المحطات لا يجوز لهم العمل، واكثر عمل الشركه من خارج المحافظه ومن خارج القضاء. حكومه الزبير المحليه رفعت دعوى قضائيه بالضد من الشركات الاجنبيه العامله بالنفط لتسببها بكارثه بيئيه بعد ان تعاقدت قبل سنوات مع الحكومه الاتحاديه. الغازات المنبعثة من الآبار النفطية تسببت بانتشار الأمراض السرطانية بين الأهالي وقتلت ما تبقى من الأراضي الزراعية التي كانت تزود محافظات العراق بمحاصيل الخضروات. من محافظة البصرة، حسن صباح، الشرقية نيوز.